مرحبا، اليوم نشوف تكنومانسر. تكنومانسر لعبة ار بي جي على نمط ويتشر والعاب اللي هي بايو وير مثل ماس افكت والى اخره. اقرب شيء الى فعليا باد باي فليم اللي هي انعملت من نفس الشركة تبع هدول الجماعة، اللي هن سبايدرز اسمهم، شركة فرنسية اذا ما لي غلطان. مهم، شو هي الجيم؟ الجيم هي انك انت بتلعب واحد تكنومانسر. طبعا هذا شكله مو شرط يكون هيك شكله، انت بتختار شكله بتعمله. المودلز ار اوكي، شكلهم ماشي حاله، العالم شكله حلو يعني مو واو. لا تنسى انه هذا استوديو صغير والبادجت تبعه قليل، فيعني مو هالشيء الواو. المهم، شو الفكره من الجيم؟ انك انت عندك تمشي، انت واحد تكنومانسر. التكنومانسرز هدول ناس عندهم ابيليتيز، بيقدروا يطلعوا كهرباء من جسمهم، تمام؟ يقدروا مثلا يطلعوا لايتنينج بولز، يضربوا عواصف والى اخره، طبعا بعد ما تعمل ابجريدز، اوكي، وبصيروا بيقتلوا فيها. للاسف القتال فيها مو كتير واو، بس حنجي له هلا بعد شوي. الجيم طبعا بما انه ار بي جي فبتعتمد كتير على الحوارات وعلى القصه والى اخره. المشكله هون، شوف هلا هون مثلا، خلينا نورجيكم الحوار. العالم للناس اللي جايبينه يعملوا فويس اكتنج صايرين مشكل، يعني في ناس شاطرين ازراف كتير، في ناس كتير بيهووا. واحد من الناس اللي بيهووا فعليا المين كاركتر تبعك، اوكي، اللي هو اسمه زكريا مانسر. طبعا ما فيك تلعب غير شاب، بنت ما في، يعني اللي بحبوا ار بي جي انه يلعبوا بنت. المهم نحكي مع هاد. Hey there, you in charge of the mutant pen named Zachariah Mance, Ophir officer. Hey, yeah, pen's my responsibility. Sure. شكله عبيط. Dan Stewart, what can I do for you? تمام، فهلا انا بدي اشتري منه واحد عبد، يعني هيك مشان يجي بدي اخده على واحد طلب مني جارد. Losing him be like losing the work of four other mutants. Nah, he's too strong to lose. هاد كويس مثلا، اللي على اليمين اللي كنت عم بحكي معه، الكاركتر تبعي كتير ضعيف بالحكي. هلا اجى قال لي اعمل كذا، يعني هلا مثلا طبعا بدي فوت بالمكان هذا اللي هو الميوتنت بن لحتى اقدر اطلع الزلمه هذا اللي بيطلعه. في واحد هون ضخم مثل هالك، بدي اخده وشغله عند واحد مثل بادي جارد. المهم اللعبه طبعا كمان حورجيكم اياها هلا بالبادي جارد وكمل القصه، بس احكي على الماب. الماب طبعا هي الماب فيها اكثر من ليفل، تمام، في عندك اكثر من طابق ممكن يكون بالماب. هي الماب تبع السلمز، طبعا في كلها هي النقط اللي موجوده، يعني شي بيقول لك تريدر، شي بيقول لك هون في ناس تحكي معهم، هون في الممرات للاماكن الثانيه، طبعا الكوستز اللي موجوده بالاماكن الثانيه. بشكل عام مو سيئه الطريقه اللي عاملين فيها عرض الموضوع، اوكي. هلا ورجيكم هون طبعا الاكويبمنت. هاي الاكويبمنت مثلا هون اللجز، اوكي، في هدول الاغراض. هلا اللي صاير هون انه بيورجيك هون ستاتس 4+1%. المشكلة انه الاغراض كلها شكلها مو واو، يعني ما في شيء انه والله ايه ها غيرت هذا البنطلون اللي عندي، هذا البنطلون الجديد، في هدول مثلا اللي هو شوي ها على اساس انه مثل العساكر، بس 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 بشكل عام مو كتير شيء هالشيء الفظيع، تمام. هلا طبعا فيك تعمل هذا، بيورجيك هون انه لما تغير هذا شو بيطلع لك، فلويد ريجنريشن اللي هي انه نعبي المانا مثل المانا اللي بتضرب فيه اللايتنينج وهذا. وفي عندك طبعا الريزيستنسز والقصص، وهذا قديش حقه. طبعا بالمريخ، طبعا قصه اللعبه بالمريخ، الناس بتعمل تجاره بالمي، اوكي، او السيرم او شغله مثل هيك، فالناس يعني المي هي الكرنسي. العالم شكله حلو، الفكره تبعه حلوه، بس كمان بنفس الوقت ويرد شوي غريب يعني. المهم، فمثل ما عليكم الاغراض اللي بتستعملها مو كتير شكلها واو، يعني هلا هون مثلا هي الاسلحه، هي ستاف. طبعا في عندك كمان اسلحه ثانيه، مثل ليش عم تستعمل ما بعرف تسوير هذا مثل الترس ومفك يعني. طبعا هذا كمان الاستانس الثالث هو سكينه ومسدس، هذا المسدس مثل قلته اضعف مسدس بالتاريخ. المهم طبعا في عندك كمان اللي هي الابيليتيز، هي التريز اللي بتعطيك الابيليتيز، بصير تفتح فيها مثلا هون مثلا بصير بتطلع
السيف تبعك بصير لايتنينج، تعمل له ابجريد، في عندك تو ابجريدز تختار بيناتهم، الاشياء اللي موجوده بكل العاب الار بي جي، واللي هي فعليا احلى شيء بهاللعبه انك تفتح هاي الاشياء. اوكي، بس بنفس الوقت في كثير من هدول هن باسيف بونسز، انكريس ريزيستنس، انكريس ديسربتيف، انكريس ستاتس، ما فيها الابيليتيز الكثير، يعني ما بتحس اللاعب تبعك كثير عم يتغير وعم تجي حركات جديده، معظمها ارقام ضربه تبعك اقوى، انت بتتحمل اكثر. اوكي، يعني بس هدول الدوائر الكبار اللي هن الفعليا بيعطوك شيء، يعني مثل هي ضربه الفست وكذا و... اما الباقي معظمهم بس هيك ستاتس، بس ارقام. اوكي، يعني ما فيها الابيليتيز الكثير، مع انه التري شكله كبيره ومعقده، بس فعليا ما فيها كثير اشياء. طبعا في هلا كمان بدي احكي لكم على الكلاسز اللي انت فيك تلعبها، اللي هي تكنومانسر، جارديان، وروغ، ووريور. طبعا فيك تخلط بيناتهم اذا بدك، بس انا هلا مركز على تكنومانسر لانه عم بلعب لعبه تكنومانسر. اوكي، خلينا من هاي هلا. تالنتس، هي اشياء اضافيه فيك تستعملها، مثل مثلا كاريزما، اللي هي لما تصير تحكي مع العالم بيصدقوك، او لما تكذب عليهم بيصدقوك، وهالقصص هاي. ساينس، كرافتنج، كل واحده منهم تعطيك بونس معين. اوكي، طبعا هاي الاتريبيوتس، الاتريبيوتس اللي هي اللي بتحدد السترينث والاجيليتي والقصص هاي والباور. انا عم ركز على الباور لانه تكنومانسر مشان الكهرباء تبعك تصير اقوى، لانه معظم بركز عليها اكثر شيء. طبعا وكمان يعني حبلش بالسترينث بعدين لانه عم استعمل العصايه تبعي لاضرب. اوكي، فهي هي الار بي جي اليمنتس تبعها. المهم، في عندك هون تحت على اليسار اذا شايفينهم اللي هن زد اكس سي، وتحتهم ارقام. الارقام اللي تحت هدول الابيليتيز اللي فيك تستعملهم، ابيليتيز والانفنتوري ايتمز. واحد هي اللي هي اللي بتضرب كهرباء، واثنين اللي هي البوكس هذا المكهرب، ثلاثه هيلث بوشنز. طبعا انت فيك تغيرهم مثل ما بدك، فيك تروح على الويل وتقول مثلا بدي هذا رقم 8. اوكي، وتصير 8، تحط 8 بصير 8. في عندك هون اللي هي الكومبات، بعض الابيليتيز كمان اللي فيك تفتحها. اوكي، هون اللي هي الايتمز، في عندك ترابس بتحطهم على الارض بينفجروا، اللايت، الاوردرز. هلا في شغله مثل ماس افكت، في معك اثنين بس انا بنسى مرات انه هن موجودين. ليش؟ لانه ما بيحكوا، واصلا ما عندهم هالشخصيه، يعني ما عم ميز بيناتهم اصلا. يعني انا واحد فيهم اللي عم يحكي هلا، نور دو اي كير، لانه شخصياتهم ضعيفه كثير، ومثل قلتهم جيتهم يعني. بس اللهم بس يمكن، ومو هالابيليتيز الفظيعه وهيك، والله مو مثل ماس افكت في عندك جارس، وفي عندك مدري اليانا وهدول، او ليليانا بدراجون ايج. هدول هيك بس اثنين جايين، واحد اسمه جيفري وواحد اسمه ديفيد، وبس شغلتهم انه ياكلوا قتلي فعليا، يعني حتى ضرباتهم مو كتير واو. اوكي، فيعني كتير ضعيفه شغله انه يحطوا لك كومبانيونز معك للاسف. هلا طبعا الفكره كمان، خليني اكمل عشان اورجيكم بقيه الستوري كيف بتصير. يعني مثلا في هذا واحد ميوتنت ضخم، بدي اخده شغله عند واحد من التجار، طالب حارس، فانا هحكي معه هلا هون. You weren't wrong. The supervisor doesn't want you to leave. Looks like he enjoys your strength too much. ملاحظين الشخصية هاي ضعيفة بالحكي. Beg not understand what men want. هلا عم يقول له اعمل مشاكل، اعمل ضجة مشان يعصبوا منك ويقلعوك من المكان. Make some noise, you see? Yes, beg understand. Beg, make noise and refuse work. طبعا هو هيك صرخ. Consequences of what he's about to do. Better be ready to step in before something bad happens to him. What's he doing? Why is he making trouble? وين الصراخ طيب؟ يعني beg no work more. No work more. If he doesn't stop, he'll get beaten real bad. الكتابة تبع اللعبة كتير سيئة. طبعا هلا حبلش بقى اورجيكم شو الكومبات. No work more. And he gets what he asked for. I need to step in. اللي هو كل شيء باللعبه بقدر اتحمله الا هاد، يعني بصراحه لانه كثير ضعيف. اول شيء مشان لكم شغله، انا عم بلعب على الايزي لانه الكومبات بيقتل كثير صعب. صعب لانه كيف بدي لكم، بتعرفوا باركم لما بيكون في اكثر من واحد بيجيك و
تعمل كنترولز. شايفين هلا كيف الفوضى؟ في اساس لكومبات مرتب بس فعليا مو واو. لاحظتوا كيف مجرد تخبيط زرار؟ هاي المشكلة تبع الكومبات بهالجيم. Come on, go. Get out. Look, I'm not trying to cause problems, but I already told you I'm really interested in getting this slave. And since the others were just about to kill him, they weren't going to kill him. Well, you beat the shit out of him as a lesson. Like I'm going to do to you if you don't get out and stay out. تمام. هلا اعطاني options. اوكي بدي اطلع السليف. في عندك اتاك انك تروح وتخبط فيه وتقتله كذا. في عندك كاريزما اللي هي تراي تو كونفينس. اوكي طبعا هلا لانه الكاريزما تبعي عالي فالتشانس 100% 125% يعني 100. او بعطيه من السيرمز تبعي، عندي 2000 حاعطيه منه 100. فانا عندي كاريزما. This mutant's obviously showing a little rebellious streak. Even here, that's spread to the others. Plus, he refuses to work. So what good is he to you? Give him to me, and I'll make sure he gets back on track. Fuck. Last fucking thing I need is a rebellion. Damn waste is what he is. LeBron. Fine. This is fine. Let him be your burden. And we have a deal. Think you could take him to a merchant in the exchange quarter for me? Yeah, sure. Why the hell not? Fair enough. تمام. فاللعبة هاي مشكلتها الكومبات الرايتنج. الجرافيكس ار اوكي يعني مو واو، ما حقول لك واو، بس كمان من استوديو صغير وكذا وحاولوا يعملوا لعبة ار بي جي كبيرة، منيح الشغل هذا كويس. بس يعني المشكلة انه باوند باي فليم، وفي قبلها في اوركس من اللي هي اللعبتين اللي عملوها كمان في عندهم واحدة اسمها ستيكس. ستيكس كانت منيحة ماشي حالها، بس بنفس الوقت تيجي تتطلع ما بتلاقي فيه اي تطوير بين هدنك الالعاب. وهي الاشياء اللي الناس انتقدتهم عليها باللعبة اللي هي باوند باي فليم اللي هي الكومبات وكذا، ما حسنوا منها شيء ابدا. اللي هو شيء بيزعل بصراحة. يعني الواضح انه الجماعة عندهم افكار حلوة بس التطبيق شوي ضعيف. يعني ممكن اللعبة تعجبك، انا مالي كتير انه ماني مستأمنة انه لدرجة انه يعو رح ارميها، لا بس مو بس يعني متضايق، كان بفضل تكون احسن من هيك. خليني اورجيكم شغلة اخيرة قبل ما اسكر الفيديو اللي هي الكومبات. طبعا في عندك الزد والاكس والسي، هذا اللي هو الوريور ستانس. طبعا الابيليتيز وانت بهذا الستانس بتقدر تاخذها من الابيليتي 3 تبع الوريور محل ما شفناها بالابجريدز. الوريور عنده العصاية، بصير بيضرب بالعصاية. تمام. مرات هيك فجأة اللعبة بتصير سلو موشن، ما بعرف ليش، بس هيك يعني ما عرفت ليش. انا اصلا موضوع اللي هو انك تصد الضربات، ما في صد ضربات، في اللي هي الدوج، فيك تبعد عن الضربات. بس المشكلة انه ممكن انت تبعد عن واحد وتقوم تنزل بضربة واحد تاني، او وما فيك تعرف انت واحد عم يضربك. يعني بالعادة بيورجيك اشكال واحد مثلا هاجم عليك كذا بكل الالعاب القتال تقريبا. ايه هون ما بتشوف هذا الشيء. زائد ضرباتك كتير ضعيفة. يعني هلا انا اذا عم تقاتل هذا واحد لواحد، انا ضربته ضربة وهو ضربني ضربة، مع انه شوفوا يعني مسحنوك وحالته حالة، بيروح مني هيلث اكتر ما انا بروح منه، مع انه انا بلعب بالايزي. فهذا شيء تاني. نفس الشيء كمان الضربات هدول التكنومانسرز والعواصف والى اخره كلهم ضعاف. اول شيء عندي اللي هو التراب اللي بحطه بالارض وبينفجر، فعليا هذا اقوى اطعب عندي اياها يعني. اوكي هلا في عندك اللي هو الروغ بيضرب بالسيف، وفي عنده انك تضرب بالمسدس. بس المسدس بتضرب فيه 3 ضربات بعدين بيحمى وبتنتظر لحتى يعمل ريلود. بده 1000 سنة ليعمل ريلود او ليبرد يعني بين قوسين. تمام. هلا كمان كل واحد فيهم عنده اللي هي الاتاك الثانيه اللي هي بالسبيس. هذا عنده ثرست، هذا عنده كيك. تمام. هذا بيسموه ديسربشن اتاك، بيكون هذاك عم يعمل حركه فتضربه فيها بيقوم بيوقف مثل الـ يعني الانتربت. اوكي طبعا. وفي عندك هاي الستانس اللي هي
الوردن ستانس البروتكتر تمام، بيضرب العصايه هاي وبيقدر يعمل بلوك بالشيلد وبيقدر يصفق بالشيلد. بشكل عام يعني ماشي حالهم، انا حبيت هاي اكثر لانه فيها حركه وهيك، بعدين الضربة لبعيد كتير فما بضطر اني اقرب مثل هذول، يعني هذا مثلا بضطر اقرب لحتى قاتل. اوكي هذا ممكن اضرب اكثر وممكن اضرب اكثر من شخص بنفس الوقت، مشان هيك عجبني، بس هي بتعتمد على طريقة لعبك فعليا. مهم هاي هي تكنومانسر، ما بنصحك تشتريها، لا انتظر على الرخصة اذا كتير جعبالك تلعب لعبة RPG. العالم تبعها انترستينج حلو، بس مثل عم اقول لك الشخصيات ضعيفه، الكومبات فيها ضعيف، القصه ماشي حالها اتس انترستينج، يعني بدك تعرف شو هدول التكنومانسرز وكيف صاروا على المريخ والناس كيف عايشه على المريخ والقصص هاي، اتس نايس بس مو واو، يعني وسط فوق تحت الوسط حتى. المهم شكرا كثير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ونشوفكم بعدين.